Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Zaruriyun kalaruretiş şemsi lihâzel kavn, iz huve ustâzul beşeriyyel ekber ve nebiyyuhel a'zam ve fakhrul âlem el kamînu bi hitâbi levlâk lemâ khalaktul aflâk. وكما أن حقيقته أي الحقيقة المحمدية هي سبب خلق العالم ونتيجته وأكبل ثمراته كذلك تحقق بها وبالرسالة الأحمدية الكمالات الحقيقية للكائنات قاطبة. تحدثت عن هذا بالتفصيل والورقة موجودة بين أيدي الأعزاء إن شاء الله إذا أردتم أن تنظروها وأن تقرؤوها. وأنا أشرت أيضا في هذه الورقة إلى دلالة شخصيته صلى الله عليه وسلم على الوحدانية الإلهية، وهذه هي الجهة الثانية من برهان محمد صلى الله عليه وسلم على توحيد الله تبارك وتعالى التي تحدث عنها النورسي وعدها جانبا مهما من البرهان. يعني شخصية النبي نفسها جانب مهم من هذا البرهان على التوحيد وعلى الوحدانية الإلهية. يقول النورسي: ثم انظر إليه من جهة شخصيته، تراه مثال المحبة الرحمانية وتمثال الرحمة الربانية وشرف الحقيقة الإنسانية وأنور أزهر ثمرات شجرة الخلقة، فهل يمكن للنفس والشيطان أن يناقشا بلا مغالطة في مدعيات مثل هذا الشخص، لا سيما في دعوى هي أساس كل مدعياته وهو لا إله إلا الله بجميع مراتبها. ثم يتحدث النورسي بطريقته الإشراقية الخاصة به عن هذه الشخصية العظيمة في خضم من العاطفة الصادقة النابعة من قلب سليم. وأيضا للنورسي طريقة أخرى لإثبات هذه الوحدانية الإلهية بسبب شخصية ووجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سميت هذه الطريقة أنا في مقالتي ببرهان بديع، سميتها برهان بديع. وأنا لا أعرف أحدا غير النورسي أشار إلى هذه الجهة. يقول: إن أكبر حقيقة في الدنيا في رأي بديع الزمان هي حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد، فالوجود كله في منظومته تفكير ليس إلا مثل آلة نسيج تنسج حقيقة التوحيد وتنقش المعاني الإلهية نقشة نقشة وزخرفة زخرفة. ولهذا فإن النورسي يستعين لكل ما لديه لإثبات هذه الحقيقة، ومنه ثقافته الفلسفية والكلامية. وفي هذا الإطار يتحدث النورسي عن البرهان اللمي والبرهان الإني، وهذان مصطلحان في الفلسفة والكلام، البرهان اللمي والبرهان الإني. فالدليل اللمي استدلال بالمؤثر على الأثر، كما أن الدليل الإني عكسه، فهو استدلال بالأثر على المؤثر، أو دلالة المعلول على العلة، أو المسبب على السبب. لهذا يعد الدليل الإني استدلالاً تصاعدياً من الأسفل إلى الأعلى، من الآفاق والأنفس إلى خالقها. ونظراً لتلك الصلة الواضحة بين المقدمات والنتائج، اعتبر هذا الدليل من أسلم الأدلة، وهذا ما يبرر اعتماد أغلبية من المتكلمين على هذا الدليل بمختلف أشكاله. ويكثر النورسي من ذكر هذين الدليلين، البرهان الإني والبرهان اللمي، في إثبات وحدانيته تبارك وتعالى. فهو يعتقد أن كلمة لا إله إلا الله هو برهان على كلمة محمد رسول الله، وعكسه أيضا صادق، يعتقد أن كلمة محمد رسول الله هو برهان صادق، بل من أصدق البراهين على كلمة لا إله إلا الله، على كلمة التوحيد. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı.